بقيت طوال سنين وهي تطالب بحقوقها وتطالب بالإفراج عن المعتقلين والمسجونين. اليوم صدر الحكم الجائر بحق سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان حفظه الله. هذا الحكم الفاقد لأي قيمة قانونية عادلة بشهادة مختلف الجهات الحقوقية في العالم. إن هذا الحكم هو في الحقيقة حكم على الشعب وعلى قضاياه العادلة وعلى مطالبه المشروعة. إنه سجن الأمين العام هو سجن للشعب وسجن لحرية الرأي. إننا مع شعبنا ومع جميع الحقوقيين في العالم نستنكر هذا الحكم ولا نجد له قيمة. وإن هذا الحكم لن يستطيع أن يوقف شعبنا من المطالبة بحقوقه المشروعة والعادلة. إننا نطالب بكل قوة بالإفراج عن سماحة الأمين العام وإلغاء هذا الحكم الجائر والإفراج عن جميع المعتقلين والمسجونين السياسيين، وضرورة الدخول في حوار جاد للخروج من هذه الأزمة السياسية. إن استعمال أسلوب القمع والمواجهات الأمنية والقمعية لن توقف هذا الشعب ولا تمثل حلا لقضيته أبدا. إننا متمسكون بمطالبنا العادلة ونحن مع رموزنا وقادتنا في السجون سيارا واحدا ومسيرة واحدة. نطالب بالإفراج عنهم ونطالب بتحقيق مطالب هذا الشعب العادلة، ولن نتراجع ولن نتنازل أبدا. فالأمين سوف يبقى حاضرا مع شعبه يوجه شعبه ويزيدهم حماسا وقوة، والشعب سيبقى مع أمينه ومع الرموز ومع المعتقلين يطالب بكل سلمية وبكل حضارية وبكل قوة وصمود. سوف نبقى أوفياء لشهدائنا، لمعتقلينا، لمهجرينا. نحن أصحاب قضية عادلة ولن نتراجع أبدا، وسوف نبقى صامدين وثابتين. وهيهات هيهات أن نتراجع، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. ولسان حال هذا الشعب يقول ستعجزون ولن نعجز، ستعجزون ولن نعجز، ستعجزون ولن نعجز، ستعجزون ولن نعجز. مرة أخرى نطالب بالإفراج عن سماحة الأمين العام وباقي المعتقلين السياسيين، ونجد أنه هو الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد. والحمد لله رب العالمين.